فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار رواه البخاري ومسلم من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار قال العلماء في الحكمه من تخصيص البنات بفضل الاحسان اليهن يعني لماذا لم يذكر مثل هذا للبنين قال العلماء ان احتياج البنات الى الاحسان اكثر من الصبيان النفوس شغوفه بالصبيان مولعه بالصبيان والبنت فيها ضعف وبعض الناس سبحان الله لا يحبون البنات لذلك هو فعلا سماه ابتلاء ابتلي من هذه البنات بشيء لانها تحتاج الى رعايه ومصروف ثم ليست مثل يعني في الاعانه والدفاع والقوه ليست مثل الذكر ولذلك الاحسان اليها يصبح اجره مضاعفا فمن سترهن بالاحسان يجازى بالستر عن النار وهل جزاء الاحسان الا الاحسان والجزاء من جنس العمل والظاهر ان الثواب المذكور قال العلماء إنما يحصل لفاعله إذا استمر عليه يعني على هذا الإحسان مو مرة شرى له فستان ولا مرة شرى له قطعة ذهب وخلصنا لا إذا استمر عليه إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره